الرحمن الرحيم، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. هنا نلقي عصا الترحال بعد أن ذكرنا نبذا من أخبار مصر. لا شك أن الإنسان حينما يقف على تاريخ طويل جدا يضرب بالقدم ضربا عظيما أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، ثم من بعد ذلك تأتي تلك الدول العظيمة التي قامت على مدار التاريخ الإسلامي منذ الفتح الإسلامي في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد قائد المسلمين وفاتح مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم بعد ذلك قامت تلك الدول الإسلامية على أرض مصر، الدولة الطولونية، الدولة الإخشيدية، الدولة الزنكية، الدولة الأيوبية، دولة المماليك، الدولة العثمانية. هذه الدول اتخذت من مصر مقرا لها لما عرفت به مصر من تاريخ ديني وسياسي وجغرافي عظيم جدا. ولذلك هذه الدول الإسلامية لما قامت على أرض مصر أثرت لنا الحياة في مصر من جانب تاريخي ومن جانب فكري ومن جانب عمراني ومن جانب اقتصادي ومن كل الجوانب التي جعلت من مصر فعلا تغدو عاصمة من أهم العواصم الإسلامية السياسية. ولذلك بعد سقوط الدولة العثمانية كانت قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تهفو إلى مصر لتكون مصر هي خليفة الأستانة، هي المكان الذي يصلح دون غيره في أن تكون العاصمة السياسية للدولة الإسلامية الجديدة. ولذلك وجهت لها السهام المسمومة التي يراد منها تغريب الشعب المصري، يراد منها أن يغرب في دينه، في خلقه، في سلوكه، في كل شيء. والسؤال هو بعد ذلك العرض التاريخي الطويل، ماذا يريدون من مصر؟ وكيف واجهت مصر تلك الدعوات الهدامة؟ الذين يحاربون مصر لتوجيه سهامهم للنيل منها عبر 3 وسائل خبيثة. الوسيلة الأولى السعي في هدم الدين. لما رأوا تلك الدول المتعاقبة التي كانت تحكم مصر والتي اكتنفها أهل مصر دولة تلو أخرى، رأوا أن هذه الدول ما من تغادر دولة إلا وتترك من الأثر التاريخي والديني المهم الذي يسهم إسهاماً كبيراً في تمسك المصريين بدينهم. ثم تأتي بعد ذلك المؤسسات الدينية، سواء كان ذلك عن طريق المساجد في اتخاذها منبراً للدعوة والعلم أو غيرها من المؤسسات الأخرى ودور العلم التي كانت منتشرة في مصر عبر تاريخها الإسلامي الطويل. لا شك أن تعاقب هذه الدول وهذه المؤسسات ووجود الصالحين الكثيرين والذين ساهموا في دورهم في دعوة أهل مصر للتمسك بدينهم هو الذي جعل أهل الكفر يستشاطون غضباً ويسعون لمحاولة هدم الدين عند المصريين. فهل نجحوا في ذلك؟ أترك الجواب على هذا السؤال لكل رجل مصري أو غير مصري، فإن هذه الجموع الغفيرة التي تكتظ وتزدحم بها بيوت الله عز وجل وهذه الجموع الأخرى التي تزدحم في دور العلم وهذه الجموع الثالثة التي تعبر عن غضبها لكل نيل من دين الله عز وجل أو مساس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيرها من تلك الجموع هي جواب لهذا السؤال. فإن أعداء الإسلام
وإن سعوا بكل ما يستطيعون للنيل من دين أهل مصر، وإن نالوا فإنما نالوا بعض ما يسعون إليه. أما مصر بمجموعها فإن جوامعها ودورها ومؤسساتها العلمية وشعوب أهلها وتمسكهم بدين الله عز وجل شاهد على أن هذه الدعوة ردت في وجوه أولئك الذين أرادوا بمصر وأهلها سوءا. السهم الثاني الذي يراد منه أن ينال من مصر وأهلها هو السعي في هدم أخلاقها، فإن أعداء الإسلام أرادوا أن ينالوا من أخلاق المصريين عن طريق شبابهم وفتياتهم، أرادوا أن ينالوا من المصريين عن طريق شبابهم في مسخ هوية هذا الشاب وعدم اعتزازه بدينه الإسلامي أو بعاداته وتقاليده. لكنهم بفضل الله، وإن نجحوا في بعض الشباب الذي غرر به خلف الشهوات والملذات، لكن يبقى شباب مصر على ما عرف عليه آباؤهم وأجدادهم من التمسك بمعالم الدين. وأما البنات والفتيات فإن أعداء الإسلام وجهوا سهامهم مباشرة لا سيما بعد سقوط الدولة العثمانية عن طريق تغريب المرأة المسلمة أو ما يسمونه بتحرير المرأة، وذلك عن طريق نزع حجابها. قامت بعض النساء بتلقف هذه الدعوة والفرح بها ونزعت حجابها، وظنت أن المرأة المصرية المسلمة الطاهرة الصالحة العفيفة على مثل هذا الخلق، لكنهم أسقطوا في أيديهم لما رأوا تمسك المرأة المصرية بحجابها، لما رأوا أن هذه المرأة المصرية مع دخول هذه الحضارة المزيفة إلى كثير من الدول الإسلامية لم تؤثر بها هذه الدعوة. فإن كثيراً من المصريات بفضل الله رجعن إلى الحجاب الذي كان عليه أمهاتهن، وقبل ذلك بزمن طويل رجعت المرأة المصرية اليوم حتى من جملة فتياتها الصغار رجعن إلى ما كنا عليه قديماً من التمسك بالحجاب الإسلامي. إذن السعي إلى هدم الأخلاق والذي هو جزء من هدم الدين لم يكن يفلح كثيراً، فهذا وغيره كله يدل على أن هذه الدعوة إنما ردها الله عز وجل في وجوه أصحابها، وردهم الله عز وجل في كيدهم خاسرين. السهم الثالث: السعي في النيل من اللغة التي يتكلم بها المصريون والعرب، السعي في هدم اللغة العربية. إن هذه اللغة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن، هذه اللغة التي كان يتكلم بها العرب وكان يعظمونها جداً، فالعرب أمة سجدت للبيان قبل أن تسجد للأوثان. هذه اللغة أراد أعداء الإسلام أن ينالوا من مصر عن طريق هدم اللغة العربية. فبدأت الحرب على اللغة العربية منذ سنة 1881 عن طريق مجلة المقتطف في كتابة مقال يدعو إلى تمصير اللغة العربية، في أن تكون اللغة العربية مصرية بعد أن كانت مضرية. ثم جاء ويلمر أحد قضاة محكمة الاستئناف الأهلية التابعة للاحتلال الإنجليزي، جاء ليصنف كتاباً يسميه لغة القاهرة، يدعو فيه إلى التخاطب باللغة السوقية، اللغة التي يتكلم بها أهل السوق، اللهجة العامية التي يتكلم بها أهل مصر، ثم أراد أن يضع لها قواعد. ثم جاء الثالثة الأثافي في الهرم الذي يراد منه حماية اللغة العربية، مجمع اللغة العربية في مصر، إذا برجل منسوب إلى هذا المجمع يخرج من بين كبار العلماء، علماء اللغة الذابين عن حياض اللغة العربية، ويدعو إلى تمصير اللغة العربية، عبد العزيز فهمي.
هذه الدعوات الباطلة لمحاربة اللغة العربية لا يراد منها اللغة العربية نفسها، لا، إنما يراد منها مصر، إنما يراد منها الدين الإسلامي. ولذلك جادت قريحة الشاعر حافظ إبراهيم بقصيدة عظيمة سطرها في الذب عن حياض اللغة العربية، ساق أبياتها كأنه يتكلم بحال هذه اللغة، فقال فيها: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالاً وأكفاءً وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظاً وآيةً وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ هنا نخرج من غور تاريخ مصر وعمقها العظيم، هنا نودع هذا التاريخ العريق، هذا التاريخ الذي وقفنا وإياكم فيه عبر حلقات عدة مع تاريخ مصر قبل الإسلام وبعد الإسلام، وهذه الآثار العظيمة التي تدل على هذا التاريخ العريق. أنا أعلم يقيناً أنني لم أقدم شيئاً لمصر حول ما يتعلق بهذا التاريخ العريق، لكنني متيقن تماماً بأن مصر كما كانت ركناً من أعظم أركان الإسلام ولا تزال كذلك، ستظل بحول الله وقوته. إنني أقدم من هذا البرنامج عربون محبة ووفاء لأهل مصر، لنبين للجميع أن مصر هي بوابة الخير والعلم والمعرفة. مما قلته على بحر مصر أكفكف دمعاً من عظيم الكدائد، وأكتم حزناً من هموم أوابدي، وأرقب بحراً إذ أثار عبابه وقد ضم فلكاً في جليل المشاهد، وأطلق فكراً في بحور عميقة، أروم لطيف من خيال الأماجد، وأسأل سفراً قد أناخ رحاله أعندك علم عن كرام أباعدي، هم العين والأحداق لا عيش دونهم، وهم سلوتي في غربتي والشدائد، هم الروح إذ تحيا وتسمو بذكرهم، وبلسم جرح في صدى القلب شاهدي، فيا ربي واحفظها وفي كل غيبة، ويسر لمصر صالحات العوائد. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، واخرجوا منها إن شاء الله آمنين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل معتد أثيم، اللهم آمين. تم الحديث وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته، ما ناح قمري وأورق عود، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله مصر الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تعاقب غدوات الدهر وروحاته.